صباح النشاط، صباح الامل عليك يا كريم انت هون، وعلى جمهور الاهلي العظيم، على اعضاء النادي الاهلي والزمالك. النهارده هنستخدم مهارات لعبه الموي تاي، دي بعض الالعاب القتاليه، بس هنستخدمها عشان نحرق منطقه الوسط، الجون اللي في منطقه الوسط هنا، وقوي عضلات بطننا. نستخدم فيها اللعبه دي، هنخلي رجل ورا ورجل قدام. نحاول دايما الارض بتاعتي لو انا في البيت تبقى السجاده عاليه عشان ما تضرش ركبتي. لو انا في الجيم هتمرن على الصوت بتاع الجيم، انا بحمل زي كاني بعمل حاجات الكيك بوكس. ها دايما الموي تاي بتعتمد ان هي تضرب بالكوع، لازم تقرب من المقاتل اللي قدامك او اللي انت بتضربه، احنا بنتخيل دايما ان في حد قدامنا عشان تضربه، فدايما بضرب بالكوع، فانا بستخدم كوعي ياخد القوه كلها من وسط. تمام؟ هستخدم كوعي الشمال الاول، واحد اثنين كاني بضرب حد في دقنه، ثلاثه اللفه دي بتحرك عضلات بطني، شادد عضلات بطني وبشتغل معاها، اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه، اعكس زي اليمين قدام، كوعي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه، اعكس. انا هنا كنت بضرب كده، لا انا هضرب بقى كده وكده، اضرب واحده ثانيه كده اثنين، ها ثلاثه 1 2 اربعه 1 2 خمسه 1 2 سته 1 2 سبعه 1 2 عكس ثاني، ها 1 2 1 2 ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه، اضرب لفوق، اضرب حد في دقنه لفوق، ها يلا، ها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبعة ثمانية اثنين، ها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. هنعمل ميكس او كومبو ما بين ضربات دي ودي، شغل بقى الاثنين مع بعض، احنا اتعلمنا دي ودي، يلا بينا. ها 1 2 1 كده واحد 1 2 1 كده اثنين 1 2 1 ثلاثة 1 2 أربعة، ها نفس فور واحدة كمان عكس تاني، ها 1 2 1 2 3 4 كمان، ها 5 ها 6 4 واحدة مارش. استخدم ركبتي 1 2 مارش 1 2 مارش 1 2 مارش 1 2 واحده كمان 1 2 هستخدم ركبه لقدام مع ركبه لورا، ها 1 2 1 1 2 1 اثنين، ها ثلاثة أربعة نفس مارش عكس تين، ها دبل مارش دبل مارش، شغل وسطي معايا، ها تين كده بشغل عضلات اللي هنا تين، واحدة كمان كومبو 1 2 1 2 نفس استخدم وسطي، ها ده بيحرق دهون عند البطن، ها كوب
واحده كمان مارش رجليها شمال قدام. هنعمل كومبو من فوق وتحت. ريدي جو 1 2 1 دبل دبل ني. تاني ها 1 2 1 دبل دبل ني. واحده كمان ها 1 ها اخر واحده 1 2 1 دبل ها. الرجل الثانيه ورا بعض يلا ها 1 2 1 دبل دبل 1 2 1 دبل 1 2 1 دبل 1 2 1 دبل. واحده كمان 1 2 1 دبل مارش. يلا بينا على الاسترتشات. ريلاكس خلفيات اشتغل على كتير اثبت اطلع بالراحة تاخد النفس كت وانا بعمل ستريتش الكت ايدي تبقى بين الكوع والريست كده عشان الكوعي تشينج للثانية جنب جنب التاني نزل شست نفس بوش كده يكون خلصنا مع معلومة مفيدة. الحلقة الجاية إن شاء الله.